هلو هلو، أنا فاتنة دويري، لايف ريليشن شيب كوتش. اللي ما بيعرفني لسه أو جديد عندي بالقناة، طبعا أنا أسبوعي بنزل حلقات عن كتير مواضيع أنتوا تطلبوها مني، أو بيكون في تصويت عندي بالإنستغرام حسب إنه إيش أكتر موضوع أنتوا حابين أنا أحكي فيه. طبعا الحلقات هاي، أو فيكم تحكوا البودكاست، هدول سميتهم تحت Unconditional Self Love. فاليوم الموضوع عن التخلي أو السماح بالرحيل. التخلي بيكون صعب وقت لما نكون إحنا متأملين بشي معين وما يصير، أو بدنا فعلا شغلة بحياتنا وما صارت مثل ما إحنا بدنا، مثل علاقات، مثل فرص، مثل شغل، مثل أشخاص. واللي بيخليه أصعب من هيك إنه إحنا بنكون متوقعين هذا الشيء إنه يصير، وصار العكس فجأة. وبنتهي الموضوع هذا كلياته بخيبة أمل. خيبة أمل بتخلينا عايشين بعقلنا بالأفكار عن هاي التجربة، فطول ما إحنا متمسكين فيها نضل نعيد نفس السيناريو. بسبب لنا هذا مع الوقت مشاعر مزعجة، مثل مشاعر إنه قلق، تعب، إرهاق، توتر. بتأثر علينا خلال اليوم، بتخلينا على الأنين، بتخلينا مسكين في هاي التجربة وخلص ما بدنا نتخلى عنها، بدنا إياها تصير. مفكرين إذا إحنا ضلنا نعيد الحوار نفسه كل يوم إنه ممكن شي يتغير. مو بس هيك، أحيانا إحنا بس نعيد شغلة معينة بعقلنا بنكون مو قادرين نتخلى عنها، بنكون أفكار تانية سلبية عن حالنا، عن نفسنا إحنا، مثل أنا مو كفاية، أنا مو محبوب، أنا ما بقدر أعمل شي، كل شي بحياتي بخرب، كل شي بحياتي ما عم يزبط. وهاي النظرة بتصير على نفسنا إنه من خلال إنه إحنا بنضل نعيد نفس السيناريو، نفس الشريط، نفس كل إشي، وبنضل نحكي لو بس عملت هيك كان ما صار هيك، لو حكيت هيك كان ما انتهى كل شي، كان لساتهم بحياتي هلأ، كان أنا هلأ ما بتوجع، كان أنا هلأ سعيد. يعني هاي الأسئلة وهاي الفكرة بتصير عن نفسنا بتسبب لنا الألم من دون وعي. فإحنا بنحط على حالنا ليبل إنه أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وبحكم على حالي من خلال هاي الأفكار. والمشكلة مو هون، إنه أنا لما أحكم على حالي من خلال تجربة واحدة بفكر إنها هاي هي كل حياتي، بفكر إنه خلص أنا هيك، أنا مو كفاية معناها أنا هيك، أنا مو محبوب معناها أنا هيك، فبعمم هذا الشيء على كل حياتي. ومع الوقت ببطل أشوف المستقبل بوضوح. إذا إحنا ما تخلينا عن شيء بسبب لنا الألم، إذا إحنا ما سمحنا لهذا الشيء يمر من خلالنا ونعيشه فعلا ونواجهه فعلا، هذا الشيء بيخلينا نعيد الماضي بكل تفاصيله. لأنه خلص أنا حكمت على حالي من خلال هاي التجربة اللي أنا مش قادرة لسه أتخلى عنها، معناها هرجع أعيد نفس المشاعر، هرجع أعيد نفس الألم، هرجع أعيد نفس الشغلات كلياتها ونفس النظرة ونفس الأفكار. فإحنا ننتبه نعلق بهاي الدائرة، لأنه بصير علينا صعب أكثر وأكثر أنه نطلع منها. ليه صعب نطلع منها؟ لأنه الأفكار هاي اللي ذكرتها قبل بنصدقها عن حالنا، فرح نرجع نعيدهم بمواقف المستقبل. فكلمة لو بس عملت هيك، لو بس حكيت هيك، ما هتغير إشي، ما هترجع ولا إشي. هو بس أنا بضل ألوم حالي، هو أنا بس بضل أحكم على حالي. وفي شغلات بالوقت الحالي فعلا إحنا لسه بنكون متمسكين فيها، مع إنه عارفين من جوا إنها انتهت وخلصت، أو إنه في شغلات بنكون متمسكين فيها مش قادرين نتخلى عنها، وهي ما بتخدمنا على الصعيد الشخصي أو بتسبب لنا الألم بشكل يومي. المكان نفسه بنبطل مرحبين فيه، بنكون خايفين من مستقبل إيش مخبي لنا، أو الأفكار اللي إحنا نصدقينها إنه كيف أترك شيء أنا إلي ببني سنين، أو فكرة إنه الأشياء المنيحة مستحيلة تصير مرتين. أنا بعرف إنه إحنا بنحب نضل متعلقين أو متمسكين بشغلات مألوفة لإلنا، لأنه ما بنحب نجرب شغلة إحنا ما بنعرف شو نهايتها أو غامضة بالنسبة لإلنا. بس نعرف إشي كتير مهم، إنه هون إحنا بنصير نخلي الشغلات خاصة بتصير مثل ما احنا بدنا. هون احنا بنبلش نتعلق بهاي الشغلات حتى لو انها انتهت وخلصت. وفي شغلة تانية،
إنه التخلي عن شيء هو أريد يتخلى عنك، هاد مو معناها إنك شخص ضعيف أو إنك ما بتستحق الشغلات المنيحة بالحياة، هي بس معناها إنك قررت تختار نفسك حتى كل شيء بحياتك يكون بمكانه المناسب. ونعرف إن التخلي عن شيء معين معناها إنك بتسمح للشغلات الجديدة بحياتك إنها تدخل، إنها تصير. والتخلي بحررنا من قيود كلمة فشل، إنه أنا فشلت بهاي التجربة، إنه فشلت إنه هذا الشخص ما ضل بحياتي، فشلت إنه كيف ضيعت هاي الفرصة من إيدي، فشلت إنه أنا ما زبط معي الشغلة الفلانية. دايما ما نخلي كلمة فشل موجودة بقاموسنا، لأنه أردي هي ما في إشي اسمها حياة فاشلة أو تجربة فاشلة، لأنه كل تجربة إحنا بنمر فيها بتعلمنا شغلات إحنا ما كنا نعرفها قبل. فكلمة فشل هاي ممكن تخلينا على الأنين لفترة من الزمن، إنه إحنا ما مش قادرين نتخلى عن الشيء اللي صار وخلص، إنه كيف أنا عملت بحالي هيك. بس نغير نظرتنا عن الموضوع، يعني إحنا ما كنا نعرف الشيء اللي بنعرفه هلأ، يعني لولا التجربة هاي اللي مرينا إحنا فيها ما كان تعلمنا شغلات جديدة، ما كان عنا المعرفة الكافية لتخلينا لما نمر بموقف معين لقدام أو بالمستقبل نعرف كيف نتصرف فيه. فدايما نعمل شفت للشي اللي إحنا فعلا بدنا إياه هلأ والموجود بين إيدينا، نعمل شفت للشي اللي بنعطيه قيمة بالوقت الحاضر. فما نختار الماضي عن الحاضر أو المستقبل، أعرف إيش الإشي اللي بين إيدي لحتى أقدر أعطي لنفسي الإذن إنه أختار نفسي وأعطيها أولوية، أعطي لنفسي الإذن إنه أتخلى عن الشي اللي ما بخدمني كمان مرة، أعطي لنفسي المساحة لأقدر أعطيها المكان الآمن لحتى أترك الشي اللي موقفني إله كتير بالمشاعر اللي بتيجي منه. كيف لسه أنا بحس ناحية هاي التجربة؟ بالحزن، بالغضب، زعل. أختار الشجاعة عن الخوف، أواجه الألم، ما أضل أهرب منه بعقلي بعد الأفكار اللي مآمنة فيها عن نفسي، والاعتراف إنه أنا إنسان وبغلط مو شخص كامل وما عندي لسه المعرفة الكافية. لولا هاي التجارب كلياتها اللي أنا لسه متمسك فيها ما كان أعرف كيف أتعامل بالوقت الحاضر أو ممكن كيف أتعامل بالمستقبل. ومو ضروري كل قراراتي تكون كلها صح، ومو كل شي ممكن بدي إياه يصير. أعترف إنه الكمال ما إله مكان بحياتي، فكلمة لو بس هاي أعرف إنها ما راح تغير شي. سامح حالي من خلال إني أعطيها الحب، العاطفة اللي بحتاجها، ما أضل ألوم بحالي أو أجلد بذاتي أو أحكم على حالي وأقلل ثقتي بنفسي. إنه أخلي الوقت الصعب يمرق بأريحية، ما أستعجل شي. صنع الاختلاف بيكون مش الشيء اللي احنا بنتمسك فيه او مش قادرين نتخلى عنه، دايما صنع الاختلاف بيكون بتغيير فكرتنا عن الشيء اللي مرينا فيه واللي صار معنا. ما بيعرفنا كاشخاص، الشيء اللي صار معنا هي تجربة احنا بنتعلم منها وبنتعلم منها عن حالنا. احنا الشيء اللي هلأ عليه اللي احنا بنعطيه اهمية وبنعطيه قيمة، هاد هو الشيء اللي فعلا لازم نركز عليه أكتر. والتجربة هاي اللي مو قادرين نتخلى عنها لسه ما صارت عشان نضل خايفين من الحياة وما نرجع نجرب كمان مرة، هي صارت عشان تعلمنا الشجاعة، تعلمنا القوة، إنه إحنا قادرين نعمل شغلات كتير حتى لو حاسين إحنا ضعاف. ونقرر إنه بدل كلمة لو بس نحكي شو الشي اللي أنا حابب أعمله لنفسي ورح يخليني سعيد، أو شو الشي اللي أنا بقدر أعمله لأحسن من نفسي عشان المستقبل عم بيستناني. نواجه حالنا ونعترف إنه هذا الشي فعلا إحنا مرينا فيه، هذا الشي هو اللي خلص ما بيخدمنا كمان مرة. عادي لو غلطت، عادي لو أنا ما عملت الشي اللي لازم أعمله، It's okay. فكانت نهاية الحلقة، وإن شاء الله هحكي بموضوع تاني الأسبوع القادم. باي باي.